خلينا نروح لمقر جريدة الجمهورية دلوقتي ومراسلتنا العزيزة هنا أبو القاسم عشان نتابع أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع، وهيكون معها كمان ضيفها العزيز الأستاذ حسام الغرباوي الكاتب والناقد الرياضي. هنا صباح الخير عليكي، وبنرحب طبعا بالأستاذ حسام. والنهاردة أنت محضرة ماتشات كتيرة جدا وفي غاية الأهمية، وفيما تختص كمان طبعا بالمنتخب والاستعدادات لكأس العرب، وكمان بروفت هي تعتبر يعني بروفت المونديال، فخلينا نعرف منك تفاصيل. تفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي ومداخل مقر جريدة الجمهورية، هنقل لكم كل الأخبار المتداولة في الصحف الرياضية الصادرة اليوم. وزي ما قلتي طبعا يا نهواندا، هيكون معايا ضيفي العزيز الأستاذ حسام الغرباوي الكاتب الصحفي والناقد الرياضي عشان بقى يناقشنا في هذه الأخبار. وطبعا هيكون معانا أخبار خاصة بمنتخبنا الوطني واستعداده لبطولة كأس العرب زي ما انتي قلتي. خلوني في البداية أبدأ بعناوين أخبارنا اليوم، والبداية من جريدة الجمهورية: رغم صيامه عن التهديف صلاح ملك أوروبا. ومن جريدة الشروق: اليوم الجماهير تترقب افتتاح كأس العرب في بروفة مونديال 2022. ومن اليوم السابع: شباب الهوكي في مواجهة كوريا في تحديد مراكز كأس العالم للشباب. وأخيرا من جريدة الشرق الأوسط: نيوكاسل ونورويتش لالتقاط طوق النجاة، وليدز يأمل عبور كريستال بالاس اليوم. خلونا بقى نبدا طبعا اسئله لاستاذ حسام الغرباوي، ونبدا بنجمنا محمد صلاح. يعني طبعا بعد حصوله امس على القدم الذهبيه في بالون دور، يعني موسم كبير جدا، والحقيقه ان صلاح عامل موسم كبير واداء كبير جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا كل التوفيق لنجمنا المحبوب محمد صلاح، وده كان اقل شيء محمد صلاح يعني يحصل على القدم الذهبيه. كلنا كنا بنطمع في الكره الذهبيه، ولكن طبعا الشروط ان شاء الله المره اللي جايه باذن الله تنطبق عليه تماما. طبعا دي اديت له دفعه معنويه كبيره جدا، وخاصه لها شروط معينه اللي هو لازم يبقى اللاعب فوق ال 28 سنه، هيحصل عليها مره واحده. في نفس الوقت دي بيتم من خلال ايجابيته وقوته وقدراته الفنيه والمهاريه في خلال الفتره اللي فاتت، سواء على المستوى الجماعي او الفردي، وده طبعا اداله دفعه معنويه انه يكمل مع ليفربول بشكل قوي الى حين ان شاء الله يحصل على الكره الذهبيه ان شاء الله. يعني طبعا زي ما احنا قلنا انه عامل موسم كبير جدا، يمكن هو كمان محافظ على صدارته لقائمه اكثر اللاعبين اسهاما في تسجيل الاهداف في دوريات اوروبا، وده بالرغم من عدم تسجيله في لقاء ليفربول وساوثهامبتون. طبعا ما هو شيء طبيعي انه وارد ممكن ما يسجلش، ولكن طبعا بيشارك بايجابيه في الملعب، وده حصل ان هو قدر في ساوز في المباراه الاخيره 4 اهداف. هو طبعا قدر ان هو يصنع هدف، عمل فارق كبير جدا، وفي نفس الوقت احنا عارفين ان هو ساهم في 25 هدف في جميع البطولات، منهم 11 هدف في البريمر سجلهم، الى جانب الثمانيه اللي هو قدر يصنعهم، فده طبعا حطه في الصداره بمنافسه شرسه مع بنزيما ان شاء الله، ولكن باذن الله هيحافظ عليها النجم صلاح باذن الله، لان هو الحمد لله مستواه باذن الله بشكل كبير جدا متطور، وان شاء الله يحافظ عليه ونشوفه ان شاء الله بيتوج الكرة الذهبية إن شاء الله. خلينا بقى ننتقل لحديث الساعة، وهو كأس العرب. يعني كل المصريين طبعا مهتمين به، هيبدأ النهاردة، ويمكن دي بطولة مميزة جدا، هي الأكبر في تاريخها بمشاركة طبعا 16 منتخب عربي، والأول مرة يعترف بالبطولة من الاتحاد الدولي. حضرتك شايف البطولة إزاي، وكمان طبعا استعدادات منتخبنا لبطولة كأس العرب؟ البطولة في منتهى الأهمية، لأن هي تعتبر أقوى استعداد من وجهة نظرنا لمشواره للمونديال، خاصة طبعا بعد توقف 9 سنوات من البطولة منذ 2012. وطبعا الحمد لله منتخبنا قدر ان هو يعني يحقق تتويج لها سنة 92، وبيسعى ان شاء الله يتوج هذه المرة، خاصة ان هي النسخة 10 بعد توقف، فهيبقى ليها بريق كبير جدا ودافع معنوي ان شاء الله للمنتخب، خاصة اللاعبين، اغلب اللاعبين المحترفين مش مشاركين بخلاف حجاز اللي تم مشاركته، لان طبعا عندنا في لاعب امام عاشور مصاب بكورونا، فطبعا دي هتدي قوه ان شاء الله، وهتخلي في مساواه او موازاه ما بين المحليين والمحترفين، وهيدي قوه كبيره جدا للمنتخب ان شاء الله. وانا ان شاء الله بتوقع ان مصر ان شاء الله تتوج بالبطوله باذن الله. ان
ان شاء الله طبعا بنتمنى لمنتخبنا كل التوفيق. نروح بقى من كره القدم للعبه الهوكي. النهارده شباب الهوكي هيواجه منتخب كوريا لتحديد مراكز كاس العالم للبطوله، بتقام طبعا في الهند. حضرتك شايف المباراه النهارده ازاي؟ ان شاء الله طبعا كل التوفيق لمنتخبنا الوطني باذن الله للهوكي، وان كانت طبعا المباراه تبقى صعبه لان كوريا من الدول القويه جدا في اللعبه، ولكن مصر لها تاريخ كبير وهتقدر تصمد. ولكن طبعا الخساره اللي خسرتها في الدور الاول امام الارجنتين وباكستان والمانيا خلتنا نحصل على المركز الرابع، ولكن ترتيب الفرق الكاس العالم من العاشر لل 16 ان شاء الله نحقق افضل مركز، لان ده هيبقى دافع لبطوله افريقيا القادمه اللي هتبقى في غانا، اللي هتبقى مؤهله ان شاء الله لكاس العالم التالي سنه 23 باذن الله. فكل التوفيق لمنتخبنا الوطني للهوكي، وان شاء الله تركيزهم هو اللي يخليهم يطلعوا من المباراه بالفوز ان شاء الله، وياخدوا افضل مركز على مستوى العالم ان شاء الله. يعني كمان في الدوري الانجليزي شفنا برغم الاجواء الجليديه لا مستمرين هيستمروا في المنافسات. هنشهد كمان منافسات قويه النهارده، يعني سواء نيوكاسل ونورويتش او ليدز وكريستال بالاس، في دوافع كتير لكل فريق للفوز. حضرتك شايف المباريات دي ازاي؟ طبيعي ان طول عمرنا بنحب الكره الاوروبيه عشان الاجواء الجليديه. كنا زمان قبل الفضائيات كنا بتبقى في ابهار كبير جدا، المطر نازل والسليق، وفي نفس الوقت في حماسه وقوه، وكل فريق بيحاول ان هو يحصل على اكبر مكسب ممكن. احنا شايفين الريز ان شاء الله في مباراته القادمه هتبقى قويه جدا، خاصه ان ليفربول بينافس تشيلسي على الصداره تشيلسي متفوق عليه هو في المركز الاول. وطبعا ان شاء الله دخول الريز هذه المباراه بقوه، خاصه بعد ساوثهامبتون في ما فاز باربع اهداف، دي مديها حاله نفسيه ومعنويه كبيره جدا. وان شاء الله محمد صلاح هيخش المباراه دي وفي دماغه ان هو باذن الله يسجل ويضيف اهداف جديده باذن الله، وان شاء الله ياخد فريق الى المنافسه على المركز الاول ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا. شكرا شكرا يا فندم. يعني ده كان لقائي مع أستاذ حسام الغرباوي، حدثنا طبعا عن أبرز أخبار الصحف الرياضية اليوم. قبل ما أختم كلامي معاكم طبعا حابة أتمنى الشفاء العاجل لكابتن إسلام الشاطر، إن شاء الله يعود من جديد ينور شاشة قناة النادي الأهلي. العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. إن شاء الله. مشكورة جدا على هذه التغطية، ونشكر ضيفك هنا. شكرا جزيلا.